وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج واحد منا. حلقتنا لليوم من مخيم النصيرات الذي يقع في المحافظة الوسطى لقطاع غزة. تفاصيل جديدة وحكاية جديدة لعائلة طاهر المغربي التي تعيش أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة جدا. تفاصيل هذه الحكاية من خلال حلقتنا لليوم، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى أعتاب منزل عائلة طاهر المغربي، نتعرف على تفاصيل قصة هذه العائلة التي تعيش ظروف إنسانية واقتصادية صعبة جدا. نتابع تفاصيلها من خلال هذه الحلقة، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، طبعا احنا اليوم موجودين في بيت طاهر المغربي لنتعرف على تفاصيل حكاية هذه العائلة. زوجته تغريد هي اللي راح تحكي لنا اليوم عن مشكلاتها وأزماتها اللي بتمر فيها هي والعائلة. تغريد، احكي لي عن الحياة اللي بتعيشيها انت وابنائك. والله اللي بعيش الحياة حياة صعبة، يعني بدي اقول لك حياتي مأساة حتى، يعني ظروف الأجار اللي انا فيه، يعني بعاني كثير من الأجار والوضع يا كمان المادي، يعني وبقدرش اوفر يعني احتياجات اولادي كمان. والاجار هذا اللي ذبحنا اكثر شيء، يعني هو دائما يعني متنقل يعني من بيت لبيت، ومش كل اصحاب الدور اللي بتقبلوني كمان، الا حتى بجيب يعني واسطه هيك يعني زي اللي يتكفلوني بس عشان يتاجر التاجير. وعلي ديون كثير كثير والله متراكمه، صاحب البيت هيا بده يطلعني يعني مهلني من هنا لرمضان، يعني زي ما دبرت المبلغ بده يطير ما عرفش يطلعني. طب احنا هلا في رمضان، يعني ضيلك ايام عديده وايام بسيطه كثير وبطلع، يعني بعد العيد اذا ما وفرتلوش المسار بده يطلعني برا البيت. ويعني والله وضعها صفر هي بالنسبه لغيرها، يعني كثير كثير كل الدار حتى تعبانه نفسيتها، يعني النفسيه كلنا يعني هواها، يعني دائما هيك بتشكي، ودائما يعني انا مش زي الناس، ودائما انا وضع صعب، ودائما نفسي اعيش زي هيك وابقى يعني كويس ومبسوطه في حياتي زي يعني زي النسوان زي هيك، يعني بتبقى تحكي وتعبر انه بنبقى والله حاسين يعني احنا فيها وشاعرين، بس يعني اللي بيطلع بيدنا بنعمله، واللي يعني هذاك يعني اللي بيطلع بيدنا بنعمله، والباقي على الله بنخليه. يعني طاهر، احكي لي عن وضعكم بالبيت هنا. والله يا شيخ احنا في عندنا مشكله الاجار، تبع الاجار بضل يطلب منا كل شهر، يعني بيجي قبل الميعاد وبكونش معنا حق الاجار، فبهضل يهدد فينا انه بيطلعنا من الدار ويقول لنا بدنا ما عافشكم في الشارع وهذا، ومن وين بدنا نجيب له؟ بنروح على المؤسسات بوعدونا وما بعطوناش. شو بتعمل لما بحكي لكم هيك صاحب الاجار؟ والله بدق وبقول له اصبر علينا، ايش بدي اسوي؟ بروح بشكل اخواتي وبشكل الجيران وهذا، وايش بدي اعمل؟ بتقدر تشتغل يا طاهر؟ والله بشتغل شغل خفيف، مش حتى بداومش عشان عيان، يعني بشتغل نص المدة وبشرد نص المدة الثانية، يعني جابوا لي شغلة رحت عليها وشردت من النص الثاني شردته. ايش عيان شو عندك؟ والله بتعالج في النفسية، بعطوني إبرة كل شهر، بعطوني إبرة يعني باخذ إبرة. Thank you.
مشاهدينا الكرام، نستكمل معكم مشوار حلقتنا لليوم من برنامج واحد منا، يلي بنستضيفنا في عائلة طاهر المغربي. هذه العائلة التي تسكن في بيت بالأجار، بيت غير صالح حتى للسكن، ظروف إنسانية ومعيشية صعبة جدا. نتعرف على تفاصيل قصة هذه العائلة مع السيدة أم محمد. أم محمد كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك يا بنت، الله يرضى عليك. أم محمد، أنت والدة تغريد زوجة طاهر طبعا، متواصلة معهم دائما وبتعرف الظروف المعيشية دائما من يوم تزوجت لحتى الآن. احكي لي عن الظروف الصعبة اللي بتعيشها تغريد وعائلتها. يا بنتي، ما شافت يوم سعيد يا بنتي، بدي أحكي لك يعني خريفة. بنتي طول عمرها بتعاني يعني لا دار ولا سكن ولا أكل زي الناس ولا ثلاجة، كل الناس عندهم ثلاجات، ثلاجة هذه من باب الله حتى مش نافعة، لا عندها غسالة غاز، حيطان هايلة، يعني إيش، كله تعبان، والبنت حتى تعبانة، يعني كل يوم بتجينا تعيط دمعتها على عينها، بقول لها يا أمّا الله اللي بستر الناس، يعني يعني أنا أم نفسي تكون زي الناس مستورة، نفسي تبقى سعيدة، والله لما بشوفها قلبي بتقطع عليها، أقسم بالله لما بنام أنا يا أمّا ببقى أني أفكر فيها، بفكرش في أولادي اللي عندي، بفكر فيها كيف بدها تمشي حياتها، كيف بدها تعيش، كيف أولادها. تجيني في عز دين المطر، المطر هايل وهي أولادها حملاهم، بتحزن على الواحد يا أمّا. طب نامي يا أمّا، فراش يعني عقد الحال، يعني إحنا الحمد لله مستورة، بديش أقول لك يعني، بس حرام هذه البنت، وين تروح، وين أهل الخير. هو جوزه مريض طبعا، بيشتغلش كثير، يعني كذا بيت رحت له مرضوش يأجروني. هذا يعني البيت اللي أنا فيه، لما واحد يعني من قريبنا تكفلني، تكفل إنه ندفع له كل شهر، بس أنا بدفعلوش كل شهر عاد والله. قديش متراكم عليك لهذا البيت؟ 88 مليون. واغلبي، وفي ناس يعني طلعون وما لقيتش يعني بيت، قعدت فترة عند أهلي سنة وشهرين وأنا نايمة عند أهلي يعني. وحتى هيك يمكن حتى عالم بيت أهلي ضيق وفيش وسع، صرت أطرد أولادي يعني أقولهم روحوا على دار أهلكم. يعني في إلي أخوي يمكن بحبوش الدوشة وهيك، وكمان هذا أصلا فيش حرية شخصية، فيش حرية يعني والله يعينهم أمه طبعا، وضعهم الثاني المادي صعب يعني، أدوبك يعني ماشيين حياتهم. لما أجر مالها قال لها بدي أرمي لك عفشك، والله عمري يما ما بنسى، سنة وشهرين قعدت عندي يما، سنة وشهرين وفيش حد يسكنها، أبوها يروح هنا يقولوا إيش بيشتغل جوزها، متوظف شرطة ولا متوظف أستاذ ولا حد، بيشتغلش، والناس بتخاف من وضعه. يا ويلي الناس، الله يا ربي يتوفلانا بالإيمان يا رب. بشوفوا يا ويلي برضوش يأجروا، والله كثير بنجن معاها، يعني أنا نفسي تعيش زي أي مرة، أنت فهماني يما، زي أي مرة وست متستتة، الرزق يعني الله اللي بيرزق. هالناس تشوفنا وتشوف بنتنا وتشوف حالتها، تعطف على هالبنت المسكينة، منيلة هالبنت، والله عمرها ما شافت يوم سعيد من يوم ما تجوزت، يشهد علي الله ما فرحت. طب ليش هلأ مش قادر تساعد أسرتك؟ شو مشكلتك؟ والله عشان عيان، ما مش صحتي مش كويس، مش جيد يعني، بحس بوجع وألم وهذا وبتعالج. بشتغل قد حالي يعني، مش فيش شغل دايم، ما أنت شايفة هن فيش شغل دايم. شو نفسك لمرتك ولأولادك؟ والله نفسي أوفر لهم كل حاجة، بس مش طالع بيد. زي شو نفسك؟ نفسي أعمل لهم بيت وأوفر لهم زي الناس حاجات، لكن انا مش طالع بي اعمل لهم، بقدر اعمله. يعني هو والله يعني بقاش مريض من الاول ما اخذته، هو يعني لما بعد مده هيك 4 سنين صار فيه المرض. ما شفنا الا هيك روح يعني من شغله واختلف، وصار يعني هلقيت يمكن له 16 سنه مريض نفسي زي مختل عقليا تقريبا. بصير يغلط على الناس بقى، وصير يحكي كلام غير شكل بالمره، وحالته مش يعني بوعيه يعني، مش بالمره، واوعيه كله، ويجيني حافي حتى موسخ وهيك بالمره. يعني انا اللي مهتم فيها لقيته، يعني زيه زي الاولاد مهتم فيه، زي اولادي انا اللي براعيه، انا اللي بعمل له كل إشي يعني. مرانا انا بقول لاولادي لو انا طلعت من، لو ربنا يعني اخذ هالروح وراح، مين بده يعين فيكم يعني، حتضيعوا والله. ونفسي يعني بتمنى هيك يبقى لها اكثر شيء بيت، ويسدها الاجار عليها، ندفي الثلاجه هيك، الاولاد يبلوا ريقهم، بيجي ياخذ المي الساقعه من عندي، مين هيك فيش مي ساقعه يشرب، والله عندي باخذه بالقنيتين، بقول خذ يما. الخيار هو رخيص، مرار بتجيبوش بنتي، وهو الخيار ملوش قيمه،
ايش اقول لك، البندوره البطاطا كله من عندي يما، كل شيء بفق تحت الثلاجه بقول خذي يما، فقير يعني معدومه ايش اقول، والله والله قلبي ملان يا ويلي عليها، مسكينه بنتي غلبانه يعني، انا بدي حد يساعدها يعني يطلع لها هيك بالاجار ان شاء الله، ودار يعني والله العظيم بتحزن، اقسم بالله كسر قلبي والله ما بنام الليل على هواها، بحزن عليها كثير بفكر فيها قبل ما اكل اللقمه، بقول لاخواتكم اختكم تغريد، اختكم اكلتش، اختكم حزينه. انت شايفه هذا البيت ملائم؟ والله ما هو ملائم، نفسي بدار، انا نفسي اعرف ببيتي كله، انا وكل حلمي انها لو تبقى لي غرفه وصالون وستر فيها انا واولادي، ما يجيش اجي صاحب الدار يقول لك يلا اطلعي. كل ما يجي هلقيته انا بحط ايدي على قلبي، بدك الصراحه بقول يا رب وين بدي اروح، كل ما يتصل الجوال مرات بطنشه، هو صاحب الدار بيبقى بعرف الرقم، بطنشه من خوف ما يطلعني. لو طلعك وين راح تروحي؟ مش ما بروح على دار اهلي، خلص ماليش ملجا الا اهلي، وهذا الاولاد بدي اوديهم على دار اهلهم، يعني المره هاي اذا طلعنا ما فيش يعني حدا ياجرني عند دار اهله وكل واحد ينفصل خلص. ظروف الماديه اكثر حاجه يعني صفر عندها يعني بالنسبه لاولادها وبالنسبه للبيت اكثر حاجه يعني يعني اذا اندفعت اجارات يعني بدها اكل بدها شرب، المأكل والمشرب هذا مش متوفر والله، بنقول يعني الله يعينها كثير يعني، بنحاول زي هيك ندبر لها ونسعى زي هيك يعني من اللي فيه الخير كان وقليل حتى يعني الحين الوضع يعني على الكل بقوله يعني هيك صعب. والله لما تروح على ناس بقول لها يما خذي هاي الهدية مني، أنا بديش الناس مش متطلعة إلك، بتقول يما بدي أروح معاك، بقول يما أنا اللي بحمل ثلاجة، شوف حمام ملهاش ملهاش مأوى هالبنت، يعني هي في الشارع واحد يا بنت ايش حسبها بني آدم، والله العظيم إنها يعني إمرار واحد استغفر الله العظيم، ايش بده يقول، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللي بطلبه بطلبه من كل واحد بيشوفنا يعني وكل واحد برانا يطلع لبنتي، القلوب الرحيم لكل واحد فاعل خير في هالشهر الفضيل يطلع لها البنت تغريد، بنتي أم محمد أنا أمها، أناشد كل الجميع أناشد كل العالم يسندها الأجار عليها، الأجار دبحها يما كل يوم بطقطق لها الزلم بده يرميلها أوعيها، وين أنا ماليش إلا بيت يا بنتي ومطبخ وعمام، اقسم بالله لو عندي وساع لحطها فوق على 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 فوق داري ابني لها، بس انا متضايق، انا اولادي ما لهم مش مأوى، وحياة الله يما انا اولادي انا ما لهم مش مأوى، يعني انا حياتي ضيق في ضيق، وبنتي هيك شايفه زي البنت بتقول طالعة لامها، بس انا احسن يعني وضعي، بس انا بدي اياها تعيش سعيده يما ان شاء الله تعيش سعيده، لها بيت ويبقى فيه ثلاجه وفي غساله وفي كل طلباتها، يعني جاهله لهذا حرام تروح هنا وهنا. أنا حتى أولادي صاروا يبكوا علي، أولادي صاروا لما يشوفوني بعيط يعيطوا زيي، وأنا يعني فترة ما طلعنا من البيت يعني قبل هيك تلت بيوت أنا طلعوني الناس تلت بيوت، ورحت آخرتها عند أهلي كنت والله الليل نهار أعيط ودار أهلي ضياق يعني، وقلت يا رب وين بدي أروح أوديك، وطيب صاروا يعيطوا معي لما يشوفوني أنا ببكي يعني هيك بعيط صاروا يعيطوا والله، طب قلت يا رب ايش بدي اعمل ايش وين بدي اروح، والله صرت بالاخر اقول والله ماليش الا المقابر اروح اعيش عند الميتين، يمكن الميتين يحسوا فيا اكثر من الناس يعني اللي موجوده وهيك، والله طب ايش بدي اعمل، هي يعني في عندي الخضره ما بدي اجيب لي مثلا حاجه من دار اهلي ودار اهلي الله يعينهم كمان وضعهم صعب، يعني حبتين بندوره هذا ما فيش ثلاجه عندي احطها، هي والله يعني امي جايبه لها الكتف خبز ما عنديش ثلاجه كله بيخرب، وبعدين عند الحمام والله شفتي يعني كيف الحمام اي للسقوط، هذا الحمام بقى يدلف علي حتى كله تك علي اللي جوا، وهي الغاز والله كمان مش قادر اشتري غاز، وغير غساله بغسل عايدي يعني 16 سنه وانا بغسل عيدي.
بطلبش يعني بطلبش قليل يعني ابقى مسطوره زي اي صبيه يعني بتبقى بدها حاجه تستر اولادها يعني ما احتاجش امدش ايدي لهذا ولهذا يعني اقعد اترجى فلان وفلان وبالصعوبه يعني لان ما بتلاقيني بتدوروا على جمعيه والله اني باخجل بس بضطر ومرار بردوا عليك ومرار بردوش بصير اقول يا رب ماليش الا غيرك وانا ماشي في الطريق يا رب بصير اعيط واقول يا رب من عندك هيك افتحي علي زي ما اعطيت سيدتنا مريم هيك انك تهبني من عندك والله ببقى نايمه بقول يا رب ابقى نايمه على الفرش يعني وبقول يا رب لو من عندك هيك تعطيني بس كمان اسد هالصاحب البيت اللي بده يطلعني وين بقول يا رب بدي اروح وين بدي امشي ومين بده يعني يتقبلني هلقيت مين بده ياجرني شو بتفكري باولادك يا غريد يعني اللي زيهم هدول الاطفال لهم احتياجات ايش بدي اعمل متطلبات بدك تبني لهم مستقبل بدهم والله كيف شايفه حياتهم والله حياتهم يعني بؤس يعني حياتهم صعبه التانيين زي امهم يعني والله بطلع عليهم بقول طب هم يعني هاي ابني بقول لي يما بدي له الرحله بقول له من وين اجيب لك يعني انا والله بقدرش يما هاي اللي علي قول للاستاذ هيك هيك بقول يما بخجل اقول له انا ما عيش مصاري بدي بيت يعني مسكر عليها يقويها بيت هيك يبقى زي هالناس اوضه نتفه مطبخ نتفه حمام نتفه ثلاجه فيه نتفه غساله فيه نتفه غاز فيه مسكر عليها زي هالاميات هي ام يعني نفسي تبقى زي يعني شايل الامور زي هالناس يعني زي هالنسوان المستتات في ضورهن يعني الرزق على الله يا بنتي عقدر الاكل احنا بنساعد معاها الاكل بس يعني يبقى لها نتفه بيت وهالاجار هذا اللي نكبها والله الاجار ذبحها يما يا عيني هالاجار كل شهر بفط لها الزلمه وابني هذا والله الاب الثاني بجيب له العلاج احيانا من العياده واحيانا بده علاج والله بكاهي عليه هاي عيني هاي وقدش شو العلاج اللي بيحتاجه ابني؟ هو باخذ هلقيت صاروا يعطوه يعني هذا الارض اللهم صل البنتلين بياخذ بخاخات بياخذ بخاخات اه نوعين هو وكمان عنده عينين رمض يعني هلقيت بده هو دكتور والله اخصائي لعيني افحصه ومعيش يعني اروح له ومعيش اجيب له قطره 50 شيكل من وين بدي اجيبها صار معك موقف صعب مع ابنك في موضوع النهجه وموضوع صدره احكي لي عن هذا الموقف اه والله صار مره الساعه هيك بيجي حوالي الساعه 3 في الليل وبقى ابوه موجود يعني هلقيت بقول له قوم معايا انا يعني الدنيا وقت متاخر ومش حلوه اطلع هيك الدنيا ليل قال لي انا ماليش فيكم ابوه هو صار يقول ماليش فيكم دخل قلت له الولد مش قادر هلقيت روح قلت خلص لبست وطلعت وبقى والله لسه مأدن الأذان الأول لقيت ابني تعب مش قادر يمشي والله مسكته وحملته حمل قلت يا رب من وين بدي أطقطق على الدور وأخلي واحد بس يطلع معاي يحمل لي ابني طبعا مشاهدينا الكرام نستكمل معكم مشوار حلقتنا لليوم من برنامج واحد منا نتحدث اليوم مع العائلة جميعا بدي أحكي معك تغريد شو بتحكي كلمة اليوم للجمهور اللي بيشاهدك والله بحكي للجمهور يعني بطلب منهم إنهم يعني يقفوا معنا ويطلعونا هيك ويساعدونا والله أكتر شيء يعني بالأجار يعني أنا معي مهلة من هنا بعد العيد أطلع من البيت مش عارفة وين بدي أروح يعني بطالبهم والله وبقولهم يعني بدنا هيك تساعدونا يعني بالإيجار البيت والله واحتياجات البيت علينا كتير كمان متطلبات أولادي تمام وربنا إن شاء الله بيجيب اللي فيه الخير إن شاء الله بدي أحكي معك طاهر كيف حالك؟ الله يسلمك الحمد لله شو نفسك تحكي اليوم؟ شو بدك تحكي؟ والله نفسي إنه الناس تقدم لهم مساعدة عسبت إني أكمل المشوار وإن شاء الله يقدمون لهم مساعدة ويساعدوني قد ما يستطيعوا إن شاء الله طيب أنا بدي أسمع من محمد اليوم محمد شو نفسك شو بتحتاجه والله أنا نفسي الناس يساعدوني يعني يطلعونا دار ونفسي سرير وتاخد وكل شيء يعني نفس المتطلبات كلهن يعني عندك إن شاء الله طبعا إحنا اليوم من خلال برنامج واحد منا مشاهدين الكرام وفي هذا الشهر الفضيل بنقدم مبلغ 2000 دولار من هيئة الإذاعة والتلفزيون باسمك تغريد المغربي تفضلي شكرا كتير أنا بشكركم كتير كتير يعني لأنكم تعبتوا كمان والله معانا وبشكر الإذاعة طبعا كتير كتير وإلكم الشكر طبعا منا ومن عيلتي كلها ويعطيكم العافية وربنا يوفقكم إن شاء الله يا ربي يا رب بدي أسمع من البنوت الحلوة شو اسمك ملاك ملاك شو نفسك شو بدك ماما تشتري لك شو بدك ماما تشتري لك فستان للعيد خلاص اليوم راح الماما تشتري لك فستان للعيد تمام بدي اسمع من الحجه بدي اسمع منك يا حجه شو بتقولي اليوم للجمهور اللي بيشاهدك بقول لهم اول حاجه الله يبارك فيكم ويحفظكم ويطول عماركم
وبقول يعني الله يعني لو يعني هيك أهل الخير يطلعوا لها البنت يعني يسدوا هالأجار عنها. ويعني بيت كمان يعني شيء بسيط في البيت، يعني بيت أوضة مطبخ وحمام يعني مش كتير عليها يعني. طبعا احنا بنتمنى من هالشهر يعني الفضيل وهذه الأيام المباركة انه حتى الفاعلين خير جميعا يطلعوا لهي العائلات المستورة ويكونوا فعلا يمدوا يد العون لهذه العائلات. مشاهدينا الكرام نلقاكم في الحلقات المقبلة من برنامج واحد منا، إلى اللقاء.